مساء الخير على كل المتابعين ورواد المحطة، مساء الخير على كل شباب اليوم ويانا بجلستنا عن الأمن الرقمي أو Information Security Practices. اليوم ضيوفنا كلش متميزين، ويانا اليوم بحر. بحر هو مصور وصحفي يعمل على إظهار القضايا اللي تخص حقوق الإنسان من خلال القصص الصورية ومواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، بحر هو مدرب بالإعلام الرقمي لحماية حقوق المستخدمين رقميا، وكذلك البحث عن الحقائق بالأخبار اللي موجودة على الإنترنت، وأيضا المتحدث الرسمي باسم التقنية من أجل السلام اللي أتصور غني عن التعريف عند الجميع. وأيضا ضيفتنا الثانية هي دينا جرجيز. دينا هي طالبة هندسة معلومات في جامعة النهرين، تعمل كصانعة محتوى وإدارة منصات التواصل الاجتماعي في مشروع بوست ايجنسي، وكذلك هي مؤسسة لبرنامج IWEP اللي خاص بتوعية النساء بالحماية الرقمية وكيفية التعامل مع حالات الاختراق والابتزاز. طبعا أي أسئلة راح تكون عندكم خلال الجلسة ممكن متابعين انه تكتبوها وراح نسألها اكيد للضيوف. راح اعطي ضيوفنا وقت حتى يعرفون عن نفسهم. بحر عزيزي، تفضل. شكرا لك أيمن. طبعا أنا سعيد بوجودي وياكم وياك ويا المحطة ويا دينا أيضا. طبعا أنت ذكرت كل شيء تقريبا، يعني بحر جاسم حاليا البوست اللي أنا معروف بيه إنه هو ممثل فريق التقنية من أجل السلام، اللي صار شغلي من 4 سنوات بهذا المجال. بحر، اني انطيت تقدمه عليك لكن انت اسمك بحر، فيعني ضروري لو قد ما هو غوص بالاعماق راح يظل اكو بحر ما معروف فيه. دينا عزيزتي، تفضلي. مرحبا، اهلا وسهلا بك ايمن وبحر وبكل اللي يشوفونا. اني انت تقريبا انت قلت يعني كل اللي نحتاجه. اني حاليا اشتغل كصانعة محتوى وإدارة منصات التواصل الاجتماعي في شركة بوست ايجنسي، ونسوي الكونتنت وبهالامور، هذا شغلي الاساسي. اما كاهتمام او موضوع اشتغلت عليه اللي هو IWEP، جزء اساسي من المشروع يهتم بتوعية النساء تحديدا بمجال الحماية الرقمية، شلون يحمون نفسهم من يستخدمون التكنولوجيا، وشلون يتعاملون وياها ويا الاكونتس مال السوشيال ميديا ويا التليفونات، شلون يحمون نفسهم ويتعاملون مع حالات الاختراق اللي تصير عندهم. شكرا احنا نوصل دينا، المعلومات الأساسية بهالمجال. شكرا عزيزتي دينا. اليوم الجلسة كلش راح تكون مهمة، أتصور واحدة من الأمور اللي كلش احنا نغفل عنها اللي هي الأمن الرقمي. للأسف اليوم بدنا نشوف حالات الابتزاز، ونصف المشاكل اللي موجودة اليوم في السوشيال ميديا سببها معلومات كاذبة، سببها أخبار وإشاعات وأخبار مزيفة يروج إلى البعض. ما نعرف يمكن الدوافع، ما نعرف يمكن الأسباب، لكن اللي نعرفه هي ده تخلق مشكلة كلش كبيرة، الكل ده يعاني من عندها. وبالإضافة إلى هذا، حالات الابتزاز اللي ده تكون موجودة بمواقع السوشيال ميديا. الجزء اليوم الانترنت والتكنولوجيا صار شيء لا يجزأ أبدا من حياتنا، فلذلك يراد نعرف شلون راح نتعايش مع وجود الاختراق، مع وجود المعلومة الكاذبة، الأخبار المزيفة وإلى آخره. أنا أحب أسأل شنو هي أساسيات الحماية اللي ممكن تساعد الناس على حماية أنفسهم بحر؟ طبعا احنا هسه بسنة 2020، مو مثل السنوات الأولى اللي ظهرت مواقع التواصل الاجتماعي. هذه المنصات كلها مثل الفيسبوك والتويتر وغيرها، كانت مثلا حتى الإمارات أيضا كانت مستويات الحماية بها very basic، يعني فتشي كلش ما نقول بدائي، ولكن انه ما بيها أساسي. هاي الوسائل الاساسي، ما بيها هاي الوسائل الموجوده حاليا. يعني احنا ليش ما نجي مثلا هاي المنصات اللي اذا نستعملها بشكل يومي موفرت لنا عده خطوات للحمايه اذا استعملناها بشكل صحيح، فاحنا راح نقدر بشكل ما نحمي نفسنا. فاحنا ليش ما نستخدم هاي الأساسيات اللي المنصات وفرت لها لنا؟ على سبيل المثال، واحدة من الأمثلة اللي على الفيسبوك أو الإيميلات،
او اي منصه اللي هي مثلا تحقق بخطوتين. احنا ليش ما نجي نفعلها دائما تحقق بخطوتين؟ لما يكون كل دخول للحساب من 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 لابتوب جديد، من براوزر جديد، فتكون الا يروح عليه لنا اشعار نوتيفيكيشن على الموبايل، سواء عن طريق الايميل او عن طريق الرقم الهاتف اللي موفرينه، يلا نقدر ندخل للحساب. هاي واحده من الاشياء اللي انا قبل عده سنوات بصوره شخصيه لما كنت مضبط كل هاي الخطوات واحدة اثنين ثلاثة، وردت أتعلمها بطريقة ما للناس حتى يستخدموها بيديهم، بس بطريقة تشويقية أكثر. شنو هي الطريقة؟ نعم. كتبت بوست على الفيسبوك، هذا الإيميل اللي أنا مستخدمه للفيسبوك، وهذا الباسورد مال الإيميل اللي أنا مستخدمه للفيسبوك، وهذا الإيميل مالتي وهذا الباسورد مالته، اللي يقدر يدخل الحسابات إلا جائزة عندي. وبقوا الناس تحاول، تجيني اشعارات نوتيفيكيشن هاي على الموبايل، الرسائل اللي تجي كل شويه كود 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 انه حاول الدخول لحسابك، الايميلات اللي تجي سكيورتي الارت. فبالاخير ما حد ما قدر يدخل، مع العلم عندهم الباسورد الصحيح وعندهم الايميل، يعني ايضا اثنيناتهم موجود عندهم. فبالاخير انه كان هذا مثل الدرس، الناس اللي جربوا، الناس اللي كانوا يحاولون ان يدخلون، قلت لهم يعني هذا هو واحد من البراكتس اللي انتم سويتوه بايديكم، ما قدرتوا تدخلون، مع العلم انتم عندكم الباسورد وعندكم الايميل همينه وعندكم الباسورد مال الايميل همينه. انا كنت قبل هذا الشيء مجهز بلوج كامل على البلوج مالتي، الطرق ويا الصوره خطوه بخطوه شلون ممكن يسوونها حتى لا يتيهون باللغتين ايضا. فبالاخير قلت لهم اذا تريدون توصلون لهذا المستوى حتى تحمون نفسكم، تقدرون تتبعون هذا الرابط تشوفون هذه الخطوات تسوونها اللي انا مسويها. يمكن ماكو افضل من هيجي مثال، لانه احنا نقضي وقت كلش طويل نحمي بس الباسورد مالتنا، او يجوز مرات نحمي الايميل ونتناسى انه الشخص اذا عنده حتى لو باسورد والايميل، اذا احنا واضعين خلينا نقول العناصر الاساسيه مال حمايه، فحتى لو عنده الباسورد او عنده الايميل ما راح يقدر يدخل الا كود على التليفون يجينا. فهاي واحده من الشغلات اللي اتصور الناس كلها تنساها واللي ما تنتبه عليها، يتخيلون انه الحمايه هي فقط بباسورد او ما حد يعرف ايميلي. ثانك يو بحر. نتوجه دينا. دينا سؤالي راح يكون نفس الشيء اللي سالته لبحر، لكن اريد اربطه ويا النساء. شنو اساسيات الحمايه اللي ممكن تساعد النساء بشكل خاص بسبب خصوصيه هذا الموضوع بالمجتمع؟ ودنشوف يعني ايش قد نسب الابتزاز اللي دا تصير بشكل مو طبيعي، خصوصا بموضوع المرأة بالمجتمع العراقي. شنو هي الأساسيات اللي لازم تتبعها؟ طبعا أنا أتفق ويا بحر، والنقاط اللي ذكرها هي بالضبط هاي المشكلة عندنا، أنه الناس ما عندهم، يعني عندهم أقدر أسميه جهل باستخدام الحماية اللي موجودة بمواقع التواصل أو اللي موجودة بالحسابات فيسبوك إنستغرام تليجرام إيميلاتهم، حتى الآي كلاود أو الحسابات مال جوجل. مجرد انه هي يعني ما يطلعون على الاسيتنجز الموجوده، على الاعدادات الموجوده، شلون يحمون الخصوصيه، شلون يحمون معلوماتهم، بالنتيجه انه هم مثلا ما يعرفون انه يقدرون يربطون رقم التليفون، ما يعرفون انه يقدرون يربطون الايميل. يعني واحده من الحالات اللي صارت قدامي انه امراه تعرض حسابها للاختراق، ف وهي ما ربطت الايميل، او يعني عندها ايميل بس انه هي ناسيه الباسورد مال الايميل، واصلا ما تعرف ويا ايميل هي سوت عليه الحساب، وما ربطت على رقم تليفون، فماكو اي وسيله لوخ بعد هي تقدر توصل بها للحساب. مجرد انه اللي اخترق حسابها غير الباسورد قطع اي تواصل ويا الحساب، وهي الباسورد يكون من ضمن شيء يخصهم او اسمهم او شيء كلش بسيط، بحيث تتكرر هواية هالحالات. بالنتيجة هم يوقعون او الاشخاص المحيطين اللي بيهم، لان تصير مثل السلسلة، يعني انه انا اخترقت هذا فاقدر احصل معلومات عن الشخص الداخ ويستمر الموضوع. انتقل. شكرا دينا. انتقل بحر. بحر، التقنية من اجل السلام، ليش لحد الان الوحيدة هي اللي لمع اسمها بهذا المجال كشف الأخبار المزيفة وصارت كمصدر للمعلومة الصحيحة؟ وبنفس الوقت شو الدافع
اللي خلى الأشخاص أو التيم القائم على التقنية يبدي بهذا المشروع؟ طبعا التك فور بيس هي شلون بدايتها؟ احنا شباب توحدنا، شلون توحدنا؟ كنا قبل تأسس التقنية مجلس السلام قبل 4 سنوات كل واحد من حسابه الشخصي بالبلوج مالته بالويب سايت مالته يعلم أصدقائه كيف يتحققون من الأخبار، يعلمهم شلون يستخدمون هاي الخطوات الأساسية شلون يتحققون من الخبر أو من صورة منشورة أو من فيديو منشور على الإنترنت. كل واحد يسوي هذا الشيء من يمه. فبالأخير أصدقاء نعرف بعض، شباب تعرفنا على بعض الآخر من عن أونلاين، إنه ليش ما نوحد هاي الجهود كلها وأن نطلعها بصورة واحدة بجهد واحد بشكل واحد للناس كلهم. فالتك فور بيس تأسست يوم 1 نيسان 2016 بيوم كذبة نيسان، وكان مقصود هذا الشيء إنه حتى تأسس بيوم كذبة نيسان، لأن الكذب كذب، ماكو كذب أبيض أصفر أحمر أخضر، الكذب كذب ماكو أبيض أسود. فلهذا الشيء إنه التك فور بيس إحنا من بدينا من عنده، وشنو الدافع اللي خلينا مستمرين وراح نستمر أيضا، إحنا دا نخدم عوائلنا وأهلنا وأصدقائنا والجمهور أيضا. أنا من أقول نخدم عوائلنا، والدتي واحدة من الناس اللي تستخدم السوشيال ميديا بطريقة أساسية، يعني نظرا للعمر أو يعني. فتي مرات تجي هاي الأخبار قدامها مال الصفحات، مثلا يسلمون قطع أراضي، يوزعون رواتب، الراتب هالشهر راح يجي هواية. على فكرة هاي الأشياء اللي أنا أمي يوميا دزلي نيزك خافية أشوف اللايف خافية، فيوميا دزلي نيزك، فأنا منتظرة صراحة صار تقريبا عام 20. فبالفعل فهاي الأخبار والدتي مثل ما ذكرت واحدة من الناس دزلياها إليا تقول بحور ممكن تشوف أصدقائك يتأكدون لنا من هذا الخبر صحيح أو لا، هاي الصفحة الفلانية نشرتها يعني. أنا ولما أجي مثلا، هي صفحة من صفحات الكبار مثلا على سبيل المثال اللي عندهم متابعين بالآلاف ومئات الآلاف وناشرين هذا المنشور، لما نجي نكذب هذا الخبر فأنا أكون خدمت والدتي، أهلي، أقاربي وأصدقائي ونفس الوقت الجمهور كله. فهذا السبب اللي يخلي التك فور بيس انه هيك تأسس من مجموعة أصدقاء، وهذا الشيء اللي يخلينا مستمرين دائما، لأن احنا نؤمن كتيم تك فور بيس كل شخص يقدر يخدم المجتمع اللي هو عايش به بطريقة وبالأدوات اللي هو متمكن من عندها. برافو برافو، بالفعل هذا الكلام يعني عين العقل، لأنه أي شخص هو قادر على خدمة المجتمع لكن بأدوات مختلفة. فأنتوا هذه كانت أداتكم، واللي هي كلش مهمة وضرورية بزمن صارت الإشاعة أسهل من السهولة أنه تكون مروج إلها وتروح بشكل يعني فيروسي، تنتقل كأنه عدوى من شخص لشخص، ونشوف أنه خالي من الصحة ممكن يصعد ناس، ممكن ينزل وممكن يؤذي المجتمع بشكل عام. دينا، سؤالي لك لروابط والصفحات المزيفة، شلون ممكن نكتشف أنه هذه مزيفة، هذا يريد يهكرنا، هذا يريد ياخذ حسابنا، شلون ممكن، او هذا ابتزاز؟ طبعا واحده من اكثر الطرق الشائعه بالاختراق او التهكير هي مو شرط تكون اكو فد تكنولوجي معينه دي يستخدموها نهائيا، بس ممكن يكون الموضوع انه هو يقدر يلعب على الشخص اللي قدامه. مثلا اني اسوي فد بيج يشبه الفيسبوك، يشبه الواجهه مال دخول الفيسبوك، نفس الشكل والألوان وهيجي، بس أنا أكيد ما راح أقدر أسوي نفس الرابط حرفياً، فأني راح أستخدم كلمة مختلفة، أكو حرف زايد حرف ناقص بدال الأي أحط إي من هيجي. فغالباً من أني أجزة إذا الشخص ما انتبه فحيدخل علي حيشوف صفحة فيسبوك، حيدخل إيميل وباسورد، حتكون مرتبطة بداتابيز ترجع لي وما راح تنفتح له في الصفحة. يتخيل أنه المشكلة بالإنترنت أو المشكلة لسبب ما صارت ويهمل الموضوع، بينما أنا صار عندي الإيميل مالته والباسورد، أنا راح أقدر أدخل على الصفحة مالته إذا هو ما مسوي التحقق خطوتين وكل هاي التفاصيل اللي باقي. فهنا هي أهميتها،
انه شلون اني احمي حساباتي بالطرق اللي هي متوفره توفرها المنصات اساسا. وشغله ثانيه انه شلون انتبه على الروابط اللي توصلني واللي تجيني اتاكد من عندها. اكو هوايه من الحالات تصير انه مثلا اني والدي دز لي الرابط، صديقتي دزت لي الرابط واني اثق فيهم. هو الموضوع ما متعلق بثقه الشخص، بينما احنا ما لازم نثق يعني باستخدامهم الصحيح او انهم يكونون محامين نفسهم بشكل صحيح وبالنتيجه اني اوقع بهالمطب. هاي من اكثر الطرق الشائعه واللي تصير ويا هوايه ويا هوايه نساء من حكه، وانه شنو شلون صار الموضوع صار بهالطريقه وصار مره ويا شخصين يعني. تمام دينا زين، بس ارد شوي استرسل بهذا السؤال. ليش او خلينا نقول اكو فد خطوات معينه تكشف لنا الرابط المزيف؟ يعني اكو ما اعرف ابلكيشن ويب سايت بهذا الموضوع؟ شنو اللي ممكن يخليني اعرف انه ممكن يكون اكو فيسبوك لكن الام سويها اي مثل ما نعرف يعني هاي دائما تصير؟ فشنو اللي شلون ممكن اقرا حرف حرف؟ شلون الآلية اللي تخليني أكشف الرابط المزيف؟ أكو شغلتين مهمة. الأولى أني اللي أنصح بيها أنه الروابط متأكد أنه تكون البروتوكول مالتها HTTPS أنه حتكون محمية هاي الروابط. هاي شغلة. الشغلة الثانية أنه بالضبط ممكن أتأكد من الرابط، يعني أنه مثلا مال فيسبوك حيحطون face.book شيء، او ممكن يحط 3 او يغير كتابه البوك او بين هالامور. لا يمكن انه يجيب نفسه. اكيد نعم اكيد لا يمكن انه يجيب نفس الرابط بالتاكيد بالضبط. هاي شغلتين، انه اتاكد من البروتوكول اللي موجود باللينك. نعم. دائما انه يفضل انه يكون اللينك حتى يكون موثوق وامن انه يكون HTTPS مو HTTP. والاس هي السكيورتي. الشغله الثانيه انه اتاكد من الكتابه والسبيلنج. اكيد تمام. شكرا دينا. بحر سؤالنا لك، احنا اي واحد يسوي مبادره مجتمعيه طبعا كان اي شخص اعرفه ومن ضمنكم انتم دينا وبحر بمبادرات اللي انتم تشتغلون عليها، لما تكون مجانيه دائما يقولون شنو الاستفاده، ليش ما تستفادون؟ انت قلت لي انه الموضوع هو مبني على شيء انتوا عشتوه ودافع، وكليتنا احنا من نشتغل بشكل دافع، لكن اكو معلومات او اشياء تتناقلوها طبعا انت كان لازم تكتبوها، ما ادري كذبتوها لو لا، بانه انتوا تتلقون اكو دعم، اكو رواتب عاليه الى اخره بموضوع التقنيه. فخلينا نوضح هذا السؤال لجمهوركم الكبير اذا امكن. طبعا هال الكلام هو كلش هوايه، بس منين يعني مصدر هذا الكلام؟ منين؟ انا اقول لك، من بعض الصفحات اللي احنا نكذب الخبر عليهم، فورا ساعه يبدي هذا الكلام، فيكون خلينا نقول هجمه مرتده من اصحاب هاي الصفحات الكبيره تكون. ابدا انا ذاكرها باكثر من محطه اعلاميه، باكثر من وسيله، لما يكون المقابله وياي. كل شغلنا بالتك فور بيس هو فولنتيرلي، احنا ما نستلم اي دينار واحد باسم التك فور بيس نهائيا من اي جهه، سواء كانت جهه مستقله مسيسه، من اي جهه نهائيا. ليش؟ لانه هي شغله مبادئ. بالتاكيد احنا عندنا مبدا بدينا بي، نهج بدينا بي، فنحب نكمل هذا المبدا، نحب نكمل هذا النهج اللي بدينا بي. ولكن احنا كلنا، كل اعضاء التك فور بيس عندنا شغلنا، بين الموظفين بين الطلاب، كل واحد عنده شغله الخاص سواء بالقطاع العام او بالقطاع الخاص. وعلى وقتنا عندنا ساعه، عندنا نص ساعه باليوم، ساعتين باليوم، نوفرها للتك فور بيس. فكل واحد من عندنا ما معتمد على التك فور بيس انه يكون. وبالاضافه الى ذلك
الفلوس المرات اللي نصرفها، بعض الناس لما مرات يقولون منين تجيبون الفلوس اللي تسوون بوستينج تمويل للمنشورات، بعض المنشورات الحساسة. طبعا كلش عادي، يعني واحدة من المرات شركة الفيسبوك هم أعطونا كوبون، الكوبون نقدر نستعمله للبوستينج، كان بمقدار بكم ألف دولار نستخدمه للبوستينج، إنه من عند الفيسبوك دعم لهاي هذا النوع من المبادرة. المبادرات على نعم منصتهم. نعم نفس الوقت عندنا على سبيل المثال داخل العراق بعدة أماكن بعدة نقاط، أصحاب كافيهات، نعم بمكانات مختلفة، المحطة واحدة من المكانات اللي عندنا مثلا هذا التيشيرت اللي أنا لابسه والماكس نعم ستيكرات وهاي الأشياء، هاي إحنا أطلبكم ماك، نطلبكم ماك يعني. هاي احنا نبيعها نعم ما اقول الربح مالتها، ولا الفلوس اللي تطلع من عندها تروح على تمويل المنشورات الحساسة اللي من شأنها انقاذ حياة شخص او مجموعة اشخاص بالفعل او اللي وقف اشاعة ممكن تضر بمدينة كاملة او بمنطقة كاملة او بجهة او بالفعل بطائفة كاملة. ونفس الوقت ايضا عندنا الكراود فاندنج اللي دائما اللينك مالته احنا موجود بالبايو مالتنا، ممكن واللي صار احتاج سؤالك. نعم اللي صار قبل فترة لما جينا فتحنا الكراود فاندنج دعم من قبل الجموع من الناس حتى نطور التطبيق التك فور بيس ونقدمه للناس، هذا الابلكيشن اللي سويناه الاندرويد الاي او اس من حتى يسهل للناس. نعم نحكي على الابلكيشن، ما اعرف اذا يعني وصلت الفكره، لكن نحكي على الابلكيشنات، وهذا سؤال مشترك دينا والبحر. اليوم اكو لغط كبير كلش يدور حول التطبيقات الصينيه بالذات، هل هذا الشيء منظم، هجمه منظمه ضد التطبيقات الصينيه، ام بالفعل اكو مشاكل بالخصوصيه بالزوم، اكو مشاكل بالخصوصيه بالتيك توك هسه نلاحظ بالفتره الاخيره امازون منعت على موظفين انه يكون عندهم تيك توك فور اكزامبل. شنو الاسباب؟ اتمنى انه دينا اذا تقدرين تحكي لنا شويه على الموضوع قبل انه ايضا يشوفنا بحر وجهه نظره. تمام. أعتقد أن الموضوع هو كله يتعلق بال يعني كل التطبيقات والبرامج اللي إحنا ندخل إلها بنستخدمها ونسوي حساب بيها، مثلا أكو شروط مال الخصوصية وشروط أمور إحنا نسوي عليها أي أجري مباشرة بدون ما نعم نقراها، فهاي كلش مهمة. اللي هي بيها حيكون يقول لك مثلا أنا عندي أكسس على الكاميرا، أكسس على الميكروفون، أكسس على فلان معلومات المواليد مثلا أو جهات الاتصال او غيرها من الاشياء اللي موجوده بالتليفون او اللابتوب او الجهاز اللي انا دا استخدمه، فهاي الامور كلش مهمه. اذا شخص عنده معلومات حساسه او امور او شيء يعتقد انه هي مهمه وما المفروض انه حد يطلع عليها، فضروري انه احنا نهتم بهذا الموضوع، يعني سواء بالتيك توك او اي برنامج ثاني احنا ندخله او تطبيق او شيء نستعمله. فاعتقد انه هواي اكو وجهات نظر يعني بخصوص هالموضوع، بس الموضوع الأساسي هو إنه إحنا نقرأ الشروط اللي موجودة وعلى أساس نحدد إنه هالشيء يتناسب ويانا أو ما يتناسب. بحر شنو رأيك؟ طبعاً أنا ما أريد أتطرق لأسماء تطبيقات معينة حتى تكون نحكي بشكل عام، أوكي حتى ما نعم ندخل بموضوع. نعم 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 بشكل عام، يعني أكو بعض التطبيقات بين فترة وفترة تظهر سواء إذا كانت جديدة على الساحة أو تختفي بصورة سريعة أو مثلاً معروفة عند الناس وتستخدمها. مثل ما ذكرت دينا انه احنا لازم اول شيء نعرف شنو اللي نضغط عليه حتى ننطي السماح، شنو المعلومات اللي نشاركها. احيانا المواقع هي بنفسها تقول لك المعلومات مالتك اللي تستخدمها اللي يعني مخليه بالاباوت ممكن ان يتم مشاركتها مع ثيرد بارتي، مع جهة ثالثة، بدون ما يتطرقون للجهة الثالثة منو هم او شنو استفادتهم من هاي المعلومات كلها. طبعا عدا الكلام اللي يجي
كل شغل الشاغل مال السوشيال ميديا سايتس هو على الاعلانات. لما انت ببراوزر مختلف تاخذ تبحث عن شغله وتجي على 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 موقع بهذا البراوزر فتلقى الاعلان مالته قدامك طالع. هذا مو شغله سهله، انه احنا مدى نقول ها قبل 5 دقائق كنت ادور على هذا الشيء ببراوزر ثاني بمتصفح ثاني هسه نعم طلع قدامي. هاي هذا هذا هي مو مصادفه ومو شغله سهله انه فقط طلع الاعلان قدامي، وانما حتى نعرف هاي المواقع شنو اللي دا تتبعها، شلون دا تقدر توصل للمعلومات الاساسيه او المعلومات يعني المتعمقه ايضا اللي نعم دا نبحث عليها. وعدا انه الطرف الثالث لما ياخذ هاي المعلومات وين دا تتخزن؟ شلون دا يتصرفون بيها؟ نعم زين، سؤالنا اللي هو انه يشغل هواي ناس، يعني اريد اتطور بالامن الرقمي، شلون ممكن اطور نفسي يعني بالانفورميشن سكيورتي ان جنرال؟ شنو الستبس اللي ممكن اخذها؟ اكو نصائح معينه بابلكيشنز او ب ويب سايتس، يوتيوب شانلز فور اكزامبل انه اني اشوفها، او مثلا كورسات معينه؟ دينا شنو رأيك، يعني شلون ممكن واحد يطور نفسه؟ أني يعني هالمجال هو مو اختصاص عملي، بس نعم أنا مهتمة بالحماية وتوعية الناس بهالخصوص. نعم بس بشكل عام إنه أكيد أنصحهم يبدون هم يتعرفون على المنصات اللي هم يستخدموها وشلون يحمون نفسهم وأجهزتهم. أنا يعني أشوف يعني شخصيا تعلمت هواي أشياء من اليوتيوب أو الجوجل بعربي وإنجليزي، وأكيد اللغة حتساعدهم هاي شيء أساسي يعني. ف نعم يعني اذا هم مبتدئين كلش بهالفيلد فانصحهم ان يعرفون المعلومات الاساسيه لحمايه نفسهم، وبعدها ممكن يتوجهون. بس انا هذا مو اختصاصي الدقيق. بحر، شكرا دينا. بحر، اكو من حكينا على التطبيقات قبل شوي، اكو تطبيقات بنظرك آمنة جدا للاستخدام اكثر من غيرها، خصوصا هذه اللي احنا اني اسميها الماس برودكشن اللي احنا نستخدمها بشكل يومي، التطبيقات الاستهلاكية، اكو تطبيقات تعتقد انه هي، وخلينا نحكي بالاسماء يمكن افضل، تعتقد انه هي تلبي متطلبات الامن الرقمي اكثر من غيرها؟ طبعا احنا اذا نريد نقرا كل السكيورتي اند تيرمز اند بوليسي مال المواقع قبل لا ندخلها وشنو اللي بنعطيه حتى نحافظ على اماننا بنسبه 100%، لازم نروح ناخذ كوخ ونقعد بالقريه. نعم هذا من النهاية، الشيء حتى نحمي اي نفسنا من بشكل النهاية كامل. اي فبيجي تكون جدا محمي. احنا خلص متورطين بحر. المشكله شنو يعني؟ خلي اذا نحكي بالاسماء، الفيسبوك على سبيل المثال انا كم مره كاتب عندي منشور عليها. الفيسبوك احيانا لانه هو عنده الاكسس اوريدي للكونتاكت ليست مالتي، بيوم من الايام مثلا اعطيته، او بيوم من الايام لما سويته قبل 10 سنوات ما كنت كلش ملم بالديجيتال سكيورتي، وذاك الوقت حتى بس انشئ حساب على الفيسبوك، فلانه عنده اكسس للكونتاكت ليست مالتي من هذاك الوقت لحد هسه. اجي بهاي الايام مثلا اجي اشوف يجيني نوتيفيكيشن من قبل الفيسبوك يقول لي فلان الاسم هاز جوينت فيسبوك، انه انضم لفيسبوك. فلما ادخل على هذا الاسم تلقى مثلا اسم وهمي او لا حاط صوره ولا اي شيء، والقى انه وافق على طلب صداقتي يعني هو بدون اذني. قال لي يعني انه هذا انه انضم لفيسبوك، بس ادخل القى يا اما ريكويست هاد بين سنت يعني داز له طلب، داز له طلب صداقه من يمه، او داز له اني لانه ما كنت متواجد هالساعتين ثلاثه هذاك الشخص موافق ايضا على طلب الصداقه. فهاي هاي هالمواقع انه يعني انا اقولها بصوره بشكل صريح جدا ما عندها اي احترام للخصوصيه. نعم، ف يعني ماكو فد تطبيقات معينه نقدر نقول انه اكو بها برايفت اكثر، برايفسي اكثر، ريسبكت للبرايفسي اكثر، او احترام اكثر للخصوصيه، يمكن ما موجوده ابدا. مثل ما قلت لك مئات الآلاف الموظفين اللي يشتغلون بكل هاي الشركات اللي تتابع لها المنصات شلون يطلعون رواتبهم، يعني اوكي إذا ما يدخلون يتبعون شنو البرودكت شنو اللي نستخدمه شنو اللي تريده أنت حتى ياخذون كل هاي الانفورميشن السبيسيفيك انفورميشن حتى يبثوا لك إياها بشكل آخر.
بالضبط. أنا طبعا من وحدة من الشغلات اللي تصير عندي، صارت عندي قبل فترة، واللي يعني خلتني انه هيك انصدم كل شيء احكيه ويا اصدقائي، القى الفيسبوك يسوي لي عليه بروموشن او الانستغرام يصير لي سوري يعني سبونسر عليه. نحكي بشغلات، مرة حكينا بسائل غسيل، يعني بدنا نحكي على تايد، طلع لي برسيل بالليل اوت اوف نوير. يعني نحكي على انجليزي، مرات تجيب كلمة انجليزي والتليفون يكون طافي وبعيد، لكن بالليل يطلع لنا السبونسر على الانستغرام شيء متعلق بالانجليزي او وات ايفر. ف بالضبط هي هاي يمكن واحدة من الاشياء البرايفسي واللي هي متعلقة بالدالتا كولكشن اللي يسووها الابلكيشنز، التطبيقات، انه شلون يسوون جمع معلومات بشكل عام. دينا، سؤال الفورمات اللي تنزل هواية، عندنا سؤال من احد المتابعين، وتنشر تحت اسماء متعددة، توظيف، تعيين، رواتب، رعاية إلى آخره، تعتقدين أن هي تعتبر أحد وسائل الاختراق؟ مو دائما طبعا، يعني بحالات معينة. وشون ممكن إحنا نعرف أنه هذه الفورمة اللي يستفزون مشاعرنا بها على أنه موضوع وظائف أو رواتب أو إلى آخره، شلون نعرف أنه هذه هو مزيفة؟ موضوع هالفورمات هي ما متعلقة بالاختراق بقد ما متعلقة انه دي يسحبون معلومات من المستخدمين اللي دي يملون هاي الفورمات. نعم بالنتيجة المعلومات رح ترجع تنباع او تستخدم للترويج لأي غرض اقتصادي او سياسي او اجتماعي او الى اخره. نعم فهالفورمات هي ممكن تكون فورم مال جوجل، فما يكون بها اي موضوع اختراق. بس أنا راح أنطي مثلاً الإيميل مالتي، رقم التليفون، الاسم الكامل، ممكن السكن إلى آخره من هالتفاصيل. فيعني أكيد ما ننصح بها نهائياً، لأن حتكون عندهم كم من المعلومات. إضافة إلى أنه شغلة كلش مهمة، التعيينات ما راح تكون عن طريق استمارة مال جوجل على الفيسبوك نهائياً، ماكو شيء. نعم وماكو جهة رسمية راح تستخدم هاي الطريقة وتنشر هيك الاستمارة بالبيجات أو إلى آخره. نعم لازم نتأكد من الجهة اللي احنا داريدها. مثلا انا دا اقدم على ورشة بسيطة مثلا، فالقى ادخل على الموقع مال هاي الورشة او البيج مال اسمه الخاص، لما القى استمارة مال جوجل فالموضوع منطقي نعم انه هي مو جهة رسمية او حكومية، واكو موضوع معين هم منطيني تفاصيله فاقدر املي اني الاستمارة. وطبعا مو دائما، يعني اهم اشوف المعلومات اللي هم طالبيها، اذا المعلومات تكون اكثر من المفروض بالطبع. او اكثر فيكون الموضوع مثلا مقلق، او انه هم ليش يطلبون معلومات ما يحتاجوها او كل الشخصيه. اما بالنسبه للاشياء اللي تنزل باسم شيء حكومي فغالبا راح تكون هي وهميه ومو نعم حقيقيه. ممكن اتاكد عن طريق الموقع مال الوزاره، هذا احسن طريقه انا اشوفها. يعني أنا لسه ما صادفني استمارة ما تعين على الفيسبوك مثلا. والله هي اني يعني تصادف اشوفها دائما، انه مثلا فتح باب التطوع، او مثلا فتح باب التسجيل على موظف بشركه بوزاره الكهرباء، فاشوفوا كميه التفاعل على، وانا طبعا مو خبير بهذا الموضوع، بس مبين انه هذا شيء يعني فاضح بانه هو كاذب، بس اشوف انه الاف الناس ممكن تسوي. بحر، ادري عندك مداخله، بس ويا المداخله اريد تقول لي شنو تذكرك هاي الكلمه وانش عندي قابل؟ شرحت بالضبط لك. بالضبط. شوف، نبدي من المداخلة على النقطة اللي تكلمت بيها. نعم احنا بالتك فور بيس كل الشهواية نكذب هاي الصفحات اللي تنشر استمارات وهمية، على خاصة فتح باب التطوع، الجيش، الشرطة، المرور، التعيين لأي صفة، لأنه نخاف من عدة أشياء. واحدة من أهم الأشياء اللي نخاف بها انه يستغلون المعلومات، ياخذون نسخ من الهويات مالت الناس، الداتا مالتهم، العناوين مالتهم. هاي وحده. اثنين، ممكن انه بعدين وراها يتواصلون وياهم ويجمعوهم في مكان، بيحددوا لهم نقطه تجمع كانه هم شيء رسمي، ويكونون الناس هذول الفقراء هدف بسيط لعمل تخريبي او ارهابي يريدون بهم السوء. هذا كلش مهم. بالضبط.
بالضبط، يعني تعلم نعم علم قومي وحياة ناس. صحيح بالفعل. والنقطة أخرى همينة يتم they scam them، يعني خلينا نقولها بالعراقي يقفصون عليهم، يعني ابتزاز، ابتزاز يبتزوهم. يعني واحد من الأشياء، صار واحد من أصدقائي وقع ضحية لهذا الشيء، انه على اساس انه كان اكو تعيين بالمطار وهاي الاشياء وتعال يعني. نعم نعم بالضبط. فوصلوهم لحد باب المطار، وكان موجود الشخص، يعني التقاهم ايضا، يعني هو عن طريق الاستماره، والتقاهم الشخص هنا لحد هنا حدكم، وما يصير من هنا تكملون، لازم تخلون اللابتوب اللي جبتوه حتى تسوون البراكتس عليه، والموبايلات مالتكم هنا وتكملون من هنا للمطار. فطبعا صديقي وصديقي الاخر عافوا اللابتوب والموبايل ودخلوا وفاتوا وعبروا اول تشيك بوينت مال مطار بغداد. فقال لهم وين رايحين؟ قال عندنا تقدم، يعني انترفيو، مقابله لاجراء عمل وهذا، وجينا واحنا كنا مقدمين. فلهناك لقوا انه ماكو شيء، وهذا الشخص بح ويا الموبايلات ويا اللابتوبات ويا كل شيء، وكان عن طريق الانترنت. فهاي النقاط هي كلش مهمه. وهاي النقطة ما اللي تذكرتها، مثلا هو أنا إيش عندي مشكلة الناس، أني بسنوات من تدريب أنواع وأشكال من مستخدمين الإنترنت بصفاتهم، سواء من قضاة، محامين، صحفيين، ناشطين، كل الناس، أنواع وأشكال الناس اللي دربتهم على السوشيال ميديا وبيزك عن الديجيتال سيكيورتي، شلون يحمون نفسهم على هاي المنصات بعد استخدامهم نعم. منهم. فلما تجي تنطيهم انتنسيف وركشوب على الديجيتال سيكيورتي، فيقولون هو أنا إيش عندي حتى اطبق كل هاي الاجراءات. والمشكله انه بس الحساب يروح او ينسى الباسورد او شافت بوست مريب مثلا بالحساب مالته، يجي يركض، راح حسابي، طار حسابي، ويخلي اصدقائي يبلغون، يخابر جماعته كلهم، بلغوا لي، انشروا لي انه هو انا ايش عندي. هاي الكلمه هي سبب تغييب وعي كامل من ناس كثيرين. هو انا ايش عندي؟ قابل اني مثلا جهاز المخابرات، لو اني مثلا فد ابن رئيس دولة حتى ياخذون المعلومات مالتي. ماكو واحد يقول انا ايش عندي، كلها عندها، كل الناس عندها، سواء كان شخصية او بالفعل مالية او اي شيء، كل الناس عندها اشياء شخصية. فهي هاي الكلمة مال هو انا ايش عندي، يا ريت الناس تبطلها وتهتم شوية لنفسها والفلاني ولأمنها. عندي بالضبط. والفلاني عندي. شكرا بحر. دينا، شنو الخطوات اللي اذا صارت الكارثة ووقعت مرأة ضحية ابتزاز الكتروني، شنو الخطوات اللي لازم تتبعها؟ طبعا هو اكو هسه تقدر تبلغ لازم مباشرة الأمن الوطني، اللي هي يعني أحسن طريقة وأمن طريقة. تبلغهم من خلال أقرب مركز للأمن الوطني بالمنطقة اللي هي محيطة يعني بها، ما يكونون عليها مركز، فتبلغ هناك، تسوي بلاغ وتبدي الأمور تاخذ مجرى روتيني لحد ما توصل للقضية ومحكمة وهالأمور. بس أكو شغلة، يعني احنا ما نريد نوصل لهاي المرحلة، لأنه هواية قضايا صارت بأنه مثلا ماكو أدلة كافية أو ماكو تعقب للمجرم أو الجاني اللي سوى هالموضوع، أو ما ياخذ العقاب اللي، يعني الضرر اللي وقع أكبر من العقاب اللي ممكن حياخذ الشخص، أو ممكن يتلافى، ماكو أدلة، ماكو هالأمور. يعني الحماية هي شيء أساسي، بسيطة جدا، موجودة بكل أكاونت، بكل منصة. مجرد يدخلون على البرايفسي، يعني سكيورتي، يدخلون على سكيورتي، حتكون أكو كل الخيارات متاحة قدامهم. في حال أنه الشخص ما عرف شون يحمي نفسه، شون يسوي الخطوات الصحيحة، وياهو يختار اليوتيوب كل شيء بيه، اكو محتوى عربي بهالخصوص، والمحتوى يوضح كل شيء بكل التفاصيل، يعلم على اللابتوب او من خلال التليفون. يعني هذا شيء اساسي ضروري، انه تكون اكو توعية، كل شخص اللي يقدر عليه انه يعلم المحيطين به شلون يحمون نفسهم. بحر، اذا نتكلم عن التقنية من اجل السلام ودورها كلش المهم، كشف المعلومات الكاذبة، ما هي التقنية منين تجيب؟
معلوماته؟ شنو مصادركم بكشف الأخبار الكاذبة؟ يعني أنتم من تجيبون هذه المعلومات الصحيحة أو اللي تكذب؟ هل هي علاقات؟ يعني على سبيل المثال لما تشوفون استمارة التطوع في وزارة الدفاع، أنتم تتصلون بوزارة الدفاع أم شنو المصادر؟ نريد نعرف يعني إذا أمكن. بالتأكيد طبعا بالبداية، ببداية تأسيس التقنية أنه ما كانت معروفة كلش هواية سواء للجمهور أو الجهات ذات العلاقة المعنية بالأمر. كنا مثلا لما ينشر استمارة التطوع أو غيرها احنا ندخل لموقع خلينا نقول وزارة الداخلية، اللي هم ناشرين تطوع على ملاك وزارة الداخلية. احنا ندخل على موقع وزارة الداخلية، ندخل على صفحاتهم كاملة، ما نلقى مثلا اي منشور او اي بوست او خبر على الموقع يدل انه اكو فتح لاستمارة تطوع بالتاريخ الفلاني او راح يكون مفتوحة هاي الاستمارات. وبالأخير همنا إذا نقدر نرسل لهم إيميل همنا نسألهم عليها، همنا نرسل الإيميل حتى نعرف الصحيح أو لا. هذا بالبداية، ولكن بعد سنوات من تأسيس التقنية وصارت معروفة للناس، فصار عندنا تواصل مع الجهات الحكومية أيضا، مع إعلام الجهات الحكومية. فلما هسه صارت الموضوع صار بشكل أسهل، لما يكون أكو منشور بإحدى الصفحات مثلا ناشين أو يتناقلون أو بدأت صفحات كل شوية تأخذه، مدى نلقي المصدر مالته وما موجود على صفحة وزارة الدفاع العراقية، وزارة الداخلية اللي هي موثقات بالفيسبوك، فنراسلهم نتصل بيهم ونسألهم نستفسر معهم هل موجود عندكم هالاستمارات مفتوحة وإمتى كانت آخر استمارة مفتوحة. حتى إحنا لما نجي نكذب الخبر نقول للناس انه هذا الخبر مو صحيح، احنا نحتاج نعطيهم مصدر ايضا. المصدر هو تواصلنا الخاص مع مثلا فلان الفلاني من اعلام الوزارة الفلانية، وايضا نعطيهم معلومة زايدة انه اخر موعد كان لاستمارة التطوع كان بالتاريخ الفلاني، وماكو خطة بالأشهر القادمة أيضا حتى تنفتح استمارة التطوع. فيكون هذا الخبر أنه بعدة مصادر، المصدر اللي احنا كذبنا الخبر، والآخرين همينا أنه قلنا لهم لأي وقت راح يكون موجود مثلا، وأي وقت كان آخر شيء حتى لا يقع عنه بهذا الفخ. وإحنا منين نجيب مصادرنا؟ طبعا المصادر متوفرة، التيم مالتنا احنا ما يقارب 200 متطوع موجودين، كل واحد يشتغل على حسب وقته. مثلا يكون اكو ناس يغيبون اسابيع، اكو ناس يغيبون ايام، والناس اللي موجودين متواجدين عندهم وقت يعطونا اياه. والتيم مالتنا لانه كلش كبير نتكلم لغات كثيره، فاحنا لما نجي ندور على مصدر مثلا لعقار او دواء ينشر للحميه للتضعيف لوباء فيروس كورونا اللي موجود حاليا، احنا نجي بعده اللغات نبحث عن هذا المصدر حتى نوصل للمصدر الرصين اللي والجهات الموثوقه. لما نجي نحكي على مثلا فيروس كورونا، منو هو بحر؟ أنا هنا أريد أدخل، لأنه بس حتى بالتقنية من أجل السلام مرات وقعتوا بأخطاء، صح؟ صارتكم أكثر من خطأ بموضوع، يعني هو يعني كذبتوا شيء لكن هو طلع يعني مو مزيف. فشون التقنية اللي هي تعتبر اليوم يعني لعب دور أساسي في مجال كشف هذه الأخبار، شلون ممكن نتتلافى ان توقع بهيش اخطاء، وشنو السبب اللي دفع انه توقع؟ النقطة انه هو المصدر اللي تكلمنا عليه مثلا هو تابع لهاي الجهة والخبر منشور عندهم، يا اما زودنا معلومات مستعجلة او خاطئة وهو نفسه ما متأكد من عندها، واحنا ما كان عندنا مثلا مصدر ثاني نتأكد من عنده، واحنا بناء على كلام المصدر هو نفسه وطلع خاطئ. هاي واحدة من الاشياء. واثنين، المصادر مرات كلش تتشابك كلش هواية، واكو جهات هي اساسا اللي احنا استخدمناها مصدر توقع بيها. ولكن احنا شنو التدابير اللي نسويها حتى نتلافى هاي الاخطاء؟
بهاي الفترة اللي فاتت. أول شيء إحنا لما نرجع نلقى الخطأ مالتنا، ثقة الجمهور نعم فشي كلش أساسي بشغلنا، فإحنا نرجع نصحح معلوماتنا اللي إحنا خطأنا بيها، ونرجع نعتذر من نعم الجمهور إنه هذه المعلومة كانت خاطئة، أو يحتاج لها توضيح إنه ما كانت بهاي الصورة، كانت بالشكل الآتي. فإحنا نعتذر من نعم الجمهور ونصحح لهم معلوماتهم ونزودهم بالمصادر وبالأخير الصحيحة، حتى الاعتراف بالخطأ قضية وفجاعة. بالفعل من غض النظر عن شيء، لان نعم هذا نعم الثقه نعم اللي اكتسبناها ما نريد نخسرها. وثاني شيء، حتى احنا كل سنه لما تخلص السنه أو احنا الإحصائيات. نجيب نسوي انفوجرافيك، احصائيات نعم لكل المنشورات اللي نشرناها وكل المنشورات اللي حققنا بيها، وارقام الاعداد الاناث والذكور اللي متابعينا ومن اي بلدان. وعندنا صفحه انفوجرافيك بيج كامل، كم منشور حققنا بيه، كم واحد كان صحيح، كم خطأ كان عندنا، خطأ واحنا وخطأ بيه. اعتذرنا من عندنا من عنده. هذه لأن نعم هذه بالفعل احنا نعترف بالخطأ اللي نخطأه ونرجع نصححه، حتى لا يكون يروح بشكل خاطئ للناس. شفافية عالية، عاشت ايدكم دينا. اليوم وزارات بحجم وزارات بالعراق دت تهكر ودت دت تخترق بطريقة أو بأخرى، بنفس الوقت أكو شركات تهكر وأكو خرق بالإيميلات يصير، وممكن أيضا سرقة تصير. شنو وضع الأمن الرقمي بالعراق؟ شنو اللي دي يصير؟ بالنسبة بالعراق، أنا يعني أعتقد وأشوف إنه بعدنا ما مهتمين بهذا المجال بشكل كافي، وبعدنا ما نحس بأهمية الموضوع. بعدنا نعتقد إنه السوشيال ميديا مثلاً شيء للرفاهية وشيء أساسي بحياة الإنسان، ومجرد السوالف أو هيك شيء. بعدنا نعتقد إنه المواقع مثلاً مو شيء أساسي بالدائرة أو جزء كبير او الاعلام للدائره او الجهه او شيء يعتمد على الموقع الالكتروني او كتعريف او هالامور. فاحنا ما عندنا اهتمام بهالجوانب، بالنتيجه سوت هواي مشاكل اللي احنا دائما نشوفها، انه يعني تخترق المواقع مال الوزارات او الشركات او هيك شيء. اشوف انه ضروري الحكومه تهتم بهالجانب، تعين مختصين بهالمجال اكثر، يهتمون بيها يعالجون المشاكل. أنا يعني خلال ملاحظتي إنه المواقع اللي السبب كان الاختراق إنه هي مبنية بشكل صحيح، أو أكو ثغرات كلش كبيرة بيها، أو مبنية يعني بشكل كلش بسيط، بحيث إنه إذا شخص عنده خبرة بهالمجال أو معرفة فيتمكن من الموضوع. شلون فما اعرف عرفت ايميل مخترق دينا؟ الإيميل ايميل شلون المخترق، اعرفه مخترق؟ إذا كان سؤال يقول إنه إذا من الشركة صار اختراق للشركة اللي هي شركة الإيميل، وتسربت الإيميلات، فهذا يكون موضوع خارج عن إرادتنا. فبهالحالة إنه هي صارت قبل كم سنة، بوقتها نصحوا المستخدمين إنه يغيرون الباسوردات مالتهم، ويكون إذا إيميلهم نعم صار عليه فد عملية أو تعامل معين أو هيك شيء. الإيميل كذلك حال الفيسبوك، أكو تحقق بخطوتين، وأكو تقدر تضيف إيميل لاخ إذا عندك أكثر من إيميل بحيث يكون مربوط فيه، حتى أكو لازم توافق من الإيميل الثاني يلا ينفتح الإيميل، وهالتفاصيل. فهم بهواية كلش إعدادات تخلينا نتجنب موضوع الاختراق، يعني حالة ثانك حال يو دينا. الفيسبوك أو أي منصة. ثانك يو. بحر السؤال عندي، احنا اليوم انتم تكشفون الفيديوهات او تكشفون الصور، واسئله تقول لك ان الصور ممكن احنا نستخدم برامج معينه ونكشف انه مفبرك او لا، الفيديو شلون نتحقق انه هو مفبرك؟ شلون نعرف اكو موقع نقدر نتحقق به؟ شنو الاجراء اللي ممكن نسويه؟ وعندنا سؤال ثاني من متابعين، انتم سويتوا دورات قبل بتقنية من أجل السلام، هل من الممكن أن تنعاد أقنية بإعادتها عن قريب؟ طيب، أبدأ بالبارت الأول اللي هو بيت. لأن أنا شفت الأسئلة أيضا، إنه شلون تحقق الفيديو. طبعا أكو تطبيق كلش حلو، اسمه يلا تك قول فور لنا بيس يلا. اسمه تك فور بيس تطبيق التقنية من أجل السلام اللي إحنا طورناه. صار ممكن بإمكان الـ 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 المتابعين
عن طريق التطبيق يجيب اي فيديو، سواء اذا كان عنده الرابط مال الفيديو يخلي الرابط اللينك داخل التطبيق نعم ويضغط على البحث، والتطبيق هو يسوي له كل شيء، وعلى 4 محركات بحث مختلفة، على الجوجل، على اليندكس، على التيناي والبينك. فعندك التطبيق هو نعم يبحث لك عن الفيديو. شلون الآلية مالته؟ الآلية مالته اللي احنا كنا نستخدمها قبل وجود التطبيق. شنو هي؟ احنا نجيب نشوف الفيديو، ناخذ عدة برنت سكرينات من الفيديو، ونبحث عن هذا الفيديو عن طريق محركات البحث. كنا نلقى، هسه احنا سويناها اسهل بالتك فور بيس اب، كل سهل. سواء اذا عندك الفيديو مخزون على الجهاز، تقدر ترفع الفيديو نعم من جهازك على التطبيق وتبحث عنه، او اذا عندك بس اللينك مالته تخليه وتبحث عنه. فالتطبيق كلش حلو، اسمه تك فور بيس، يقدرون الناس يستخدمونه على الاندرويد والاي او اس ويبحثون عن الفيديوهات مو نعم فقط الصور. هذا كان من ضمن التحديث هذا اللي سويناه بدعم من الجمهور، من الكراود فاندنج اللي اخذناه وطورناه حتى نقدمه للجمهور يستخدمونه بكل سهولة. نتمنى جاوبنا على السؤال الاستاذ احمد كاظم، انه اكو هذا التطبيق العظيم اللي لازم كلنا ننزله، ونزلوه اعتقد حاليا ايضا من نعم. قبل فريق المحطه. سؤالنا الثاني اللي هو عن الدورات. الصراحة ما معلوم، بسبب تعرف وباء الكورونا فيروس يعني سبب تخبطات كثيرة. احنا نعم نحب ونفرح انه نسوي هاي الدورات للناس حتى نعلمهم شلون يتأكدون من الأخبار، حتى هم بدورهم يعلمون نعم أصدقائهم، جيرانهم، ناسهم شلون يسوون، وكلها بشكل مجاني. يعني نسويها من مدربين، من أصدقاء التقنية اللي موجودين، عندهم المعلومات، عندهم الخبرة، ونعلم بيها الناس. ولكن ما أقدر أجاوب عليه بصورة دقيقة بسبب إنه البلانز كلها متأجل بسبب وباء فيروس كورونا. اوكي، ان شاء الله يا ربي تخلص هذه الازمه ونشوفكم من جديد بكل قوتكم، وعشان تيدكم على موضوع الابلكيشن الفيديوز مال الابلكيشن. انا يمكن اول واحد راح اسوي له داونلود اليوم. دينا، سؤال، او خلينا نقول فد ايجاز بسيط، شنو لازم كل شخص هسه اليوم ورا ما يخلص هذا البث يسويه؟ حساباته المهمه اللي هي الايميل، الفيسبوك، الانستغرام، اللي يستخدم سناب شات او وات ايفر، شنو الابلكيشنز اللي نستخدمها؟ شنو اول اجراء تنصحين كل بنيه اليوم دشاهدنا وحتى الشباب اللي ويانا، شنو اللي لازم يسووه اول حتى شيء يقوون حمايه يطلعون من عده، بعدهم هم بالفيسبوك يروحون على السكيورتي اللي موجود بالفيسبوك ويشوفون الاعدادات مالته، يقروها، يفهموها، يبدون يشتغلون عليها، يسوون تحقق خطوتين كلش ضروري. يفضل اني انصح به انه يربطون الحساب على برنامج جوجل اوثنتيكيتر، وما يستخدمون التاكيد عن طريق رقم التليفون. رقم التليفون بشغلتين ممكن تصير، اولا انه ممكن يحترق السيم كارت، يعني شخص بطريقه ما يحصل مستنسخات الشخص اللي يريد يخترقه، يحرق السيم كارت مالته ويطلع سيم كارت جديد، بالنتيجة أنه من حيحاول يسجل دخول، وإذا يروح الرقم الرمز رقم التليفون فهو حيكون عنده ذاك السيم كارت وراح يوصل إليه. هاي شغلة. الشغلة الثانية أنه أكو تقنيات ممكن تعرض الإشارة اللي رايحة للبرج، ومن خلالها يقدرون يعرفون الرسالة اللي رايحة لهذا الرقم. هاي شغلة من مهمة. يتأكدون من أنه ما يعرفون اللابتوب مالتهم الخاص بهم أو التليفون يم أي شخص. واحدة من الأشياء اللي ممكن تصير، أنا عفت تليفوني يم شخص ورحت لمكان ما، عفت 5 دقائق، خلال 5 دقائق هو ممكن يطلع ما يحتاج يفتح تليفوني، مجرد راح يطلع السيم كارت ويحطه بتليفونه ويحاول يسجل دخول للحساب مالتي، وراح يوصل الرمز للسيم كارت مالتي اللي هو بتليفونه. هاي شغله ممكن تمام تصير، اضافه انه التليفون اللابتوب ممكن يحتوي معلومات شخصيه. يسوون التحقق بخطوتين، موجود على التليجرام، على الانستغرام، على الايميل. شغله مهمه لخ، انه الباسورد مالتهم
ما يكون نهائيا يحتوي على اسمهم الشخصي، مكان سكنهم، رقم تليفون، مواليد، الحيوان اللي هم مربيه، او اشياء يحبوها، اشياء متعلقه بهم. الباسورد يكون شيء عشوائي، مزيج بين الحروف والارقام والرموز، ويكون الاحرف كابيتال وسمول. هاي كلش كلش مهمه. الفيسبوك ما اسوي الباسورد مال نفس الباسورد مال انستغرام ومال مال الايميل مالتي، بحيث اني اذا اعرف شخص الباسورد مال فيسبوك مالتي راح يعرف مال الايميل، او خلصنا هاي ما سوينا شيء. نعم هاي بإنجاز. نعم. هاي كل الامور اللي لازم ينتبهون عليها. في حال انا اول واحد راح اسوي واحده من الشغلات اللي بعدني ما اقدر اقول لك شنو للسكيورتي ايشوز، بس واحده من الشغلات هسه نبهتيني عليها راح اسويها اليوم بحسابي. نعم تفضلي. في حال انه شخص تعرض للاختراق ابتزاز يقدر يبلغ الامن الوطني. اكو شغله مهمه انه الناس يعتقدون انه الرقم اللي يقدرون يتصلون عليه وتمشي القضيه، وللاسف هالشيء غير فعال، لانه يحتاجون ادله للقضيه، يحتاجون حتى يتابعوها، يحتاجون حضور الشخص المشتكي، وحتى لانه حتصير المحكمه والى اخره من هاي الامور. فالرقم ما يفيد، ضروري انه يبلغون اقرب مركز على محل سكنهم. ثانك يو دينا. بحر احنا همينا راح نختم، بس يمكن اكثر من سؤال راح اعطيك اياهن او اطرحهن عليك قبل نختم. اول شيء الفيديوهات اللي راح يرفعوها او الصور راح يرفعوها على الموقع او الابلكيشن سوري مالتك فور بيس، راح تنحفظ منها نسخه بالبرنامج او محرك البحث او لا؟ انتبهت على السؤال. نعم اسف. يس. نعم تفضل جاوب عليه واطرح لك السؤال الثاني. نهائيا تك فور بيس احنا ما نخزن اي داتا. تمام كول cool. عاشت ايدك. ممكن ايضا بشكل موجز تقول لنا شنو احد ايضا المتابعين دي يسال كرم محمد يقول جوجل اوثنتيكيتر شنو اللي الفوائد للمستخدمين بصوره عامه كسوشيال سكيورتي؟ ممكن تجاوبنا بشكل بالتاكيد. الجوجل اوثنتيكيتر هو برنامج تقدر تربط عليه حساباتك على السوشيال ميديا، تستخدمه لخاصه الناس اللي تسافر يفيدهم كل شيء هوايه. يعني انا لما سيم كارتي اسافر بين الدول مرات ما يشتغل السيم كارت او ماكو مثلا سيجنال موجود عندي، بس الواي فاي اللي موجود بالانترنت. فلما اجي ادخل على حسابي الفيسبوك، الانستغرام، الايميل، اي مكان اذا سجل دخول انا ذكرت التحقق بخطوتين، اذا مسويها فما راح اقدر ادخل الحساب. فهذا البرنامج مقدم من قبل شركه جوجل، ينطيك أرقام بدل اللي تجيك للسيم كارت ولكن تتغير كل 30 ثانية، فتقدر تستخدمها أيضا عن 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 هذا الابليكيشن من جوجل، إنه تستخدمها للتحقق من خطوتين في حالة ما كان عندك مثلا شبكة أو سيجنال أو أنت مسافر. Thank you بحر. كلمة أخيرة تنصح الكل اليوم أول شغلة يسووها من يكملون البث هذا بحساباتهم، بنفس الوقت الأخبار اللي يقروها شلون يتحققون من أدها؟ سمعتني بحر؟ سوري لا ما سمعتك. أقول بكلمة أخيرة طبعا بشكل مختصر تقول لنا أنه اليوم إلي وللمتابعين ولرواد المحطة أيضا لرواد ومعجبين بتقنية من أجل السلام، شنو تنصحهم يسووا أول شيء اليوم بعد ما يخلصون هذا بحساباتهم، بنفس الوقت بالنسبة للتعامل مع الأخبار بالسوشال ميديا شنو اللي تنصحهم يسووا؟ طبعا اهم شيء مثل ما ذكرت دينا ايضا انه الباسورد مالتهم يكون اكو هاي البرامج اللي تسوي جيسنج للباسوردز اللي الاف الباسوردات على نفس الحساب بالدقيقه الوحده، فكل ما ضفت رمز، كل ما ضفت حرف، كل ما ضفت اسمه يزيد الوقت لهم يكون. فاهم شيء يعني ما اجي اسوي الباسورد مالتي بحر 1990.
او بحر بحر 2002 او آه، انت مسوي هيك في بحر؟ لا لا، اهم شيء انا ذكرت اسمي حتى لا اذكر اسماء ثانيه، يعني اهم شيء ما اسوي الباسورد مثلا بحر بحر 2020. واكو حتى مواقع ممكن يستخدمونها بس يكتبون الباسورد، وهسه حاليا بهذه الفتره حتى هاي المواقع اللي لما تكتب الباسورد هو يعطيك التقييم مالت الباسورد قد قوي، مثلا يقول لك لو ميديوم، لو سترونج، لو فيري سترونج. هاي واحده من الاشياء. الثانيه انه يسوون البيزك سكيورتي اللي مقدمتها هاي المنصات يطبقونه كله. انا اجي اخلي اصدقاء موثوق بهم ثلاثه مثلا او خمسه، بس ما اخليهم واحد يعرف الاخ، ما انطي خبر منهم هم البقيه، اجي اسوي الايميل، اجي اطبع هاي الكودات اللي ينطيني اياها انه اقدر اطبعها او اخليها في مكان اخزنها حتى لما اكون مسافر او ما اقدر اوصل على تليفوني او يضيع تليفوني او ينقفل الرقم لاي شيء، اقدر ارجع بها الحساب، اقدر اخلي ايميل بديل حتى اقدر ارجع الحساب. فالخطوات المقدمه بيقدرون بكل سهوله. اكو الاف الفيديوهات نعم. موجوده على اليوتيوب بالعربي بالانجليزي وباي لغه، بس يكتبها مثلا شلون اقدر كيفيه تطبيق وسائل الحمايه المقدمه من قبل فيسبوك او الانستغرام، ومشروحه كلها بالصور وبالفيديو خطوه بخطوه، اوقفها امشي اسوي مثلها كلها كامله. فاستخدموا وسائل الحمايه الاساسيه اللي موفرتها هاي المنصات حتى تقدر تحمي نفسك، ولا تستخدمون نفس الباسورد بليز رجاء، يعني على كل المواقع هو الباسورد بحر بحر 2020. اوكي انا عبالي 1990 بس يلا خير تمام. بحر انا جدا ممنون من عندك. ايضا دينا كانت بالفعل مهمه جدا هذه الحلقه، وحتى مبين لاصدقائنا ورواد المحطه ايضا المشاهدين بانه اليوم احنا تكلمنا بشكل عام عن ممارسات الامن المعلوماتي. احنا ما دخلنا بالامن المعلوماتي بالذات هو نفسه، بدنا نتكلم عن الممارسات بالأمن المعلوماتي، وحبينا يكون أكو في الطرح موضوعي ومناقشة قضايا كلش قريبة من شريحة واسعة من الشعب العراقي وهم مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي. حبينا نتوصل فكرة معينة أن اليوم شلون نحمي حساباتنا، تكلمنا عن نقطة مهمة شلون إحنا اليوم نتأكد من المعلومات الكاذبة، شلون نتأكد من الحالات الاختراق بشكل بسيط. نتمنى أنه كانت مفيدة لكم، نتمنى أنه اليوم الجميع استفاد، تعلم درس معين بالحماية. إحنا ما نريد نرجع بعد فترة ونقول تسربت لنا صور، للأسف إحنا تعرضنا للاختراق، أو تعرضنا إذا كانت بنية أو متابعة تعرضت للابتزاز الإلكتروني. فاليوم حبينا أنه نسوي الخطوة اللي تسبق قبل الكارثة، واللي هي أنه إحنا نقوي حساباتنا، نقوي إيميلنا. اليوم شلون أتمنى استفاديته من دينا ومن معلومات بحر أيضا. ما يسعني إلا أنه أشكركم صبركم علينا لمدة ساعة، وأشكر ضيوفي اللي كلش كانت وياهم ممتعة الجلسة اليوم. مجددا بحر جاسم ودينا جرجيس، أتمنى لكم مساء لطيف للجميع، والتقونا ببثنا الجاي إن شاء الله الأسبوع الجاي. مع السلامة. مع السلامة.